السلام عليكم ورحمة الله. نشرة منتصف النهار من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين. مجلس الوزراء الموريتاني يعقد اجتماعا استثنائيا بالقصر الرئاسي في نواكشوط بعد أسابيع من عدم انعقاده. وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الموريتانية تشارك في اجتماع مجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في اليمن. مؤسسة المعارضة الديمقراطية تدعو الحكومة الموريتانية إلى تحمل مسؤوليتها وتدعوها للقيام بإجراءات عاجلة إزاء أوضاع المواطنين في الداخل. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. عقد مجلس الوزراء الموريتاني اجتماعه الأسبوعي بالقصر الرئاسي في نواكشوط، وذلك بعد أسابيع من عدم انعقاده بسبب زيارات الرئيس لبعض ولايات الداخل، وكذا سفر الوزير الأول ومشاركته في قمة إفريقية بجوهانسبرغ. ويأتي انعقاد الاجتماع اليوم في سياق حديث متسارع بخصوص تداول تسريب مادة الفيزياء من امتحان شهادة البكالوريا شعبة العلوم الطبيعية، كما يأتي بعد أيام من إقالة مفوض الأمن الغذائي سيد أحمد والبابا دون أن تتضح بعد الأسباب الحقيقية وراء ذلك. شاركت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون فاطمة فالمنت الصوينع في اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد يوم أمس بالمملكة العربية السعودية. وقد بحث الاجتماع الأوضاع الجارية في دولة اليمن، وتم خلاله تأكيد المنظمة على وقوفها مع وحدة اليمن واستقلاله السياسية ورفض التدخل في شؤونه الداخلية. دعت مؤسسة المعارضة الديمقراطية الحكومة الموريتانية إلى تحمل مسؤولياتها والقيام بإجراءات سريعة للحد مما أسمتها معاناة المواطنين في الداخل. وقالت مؤسسة المعارضة في بيان صادر عنها بعد لقاء أجرته مع عدد من عمد المعارضة في الداخل حول واقع التنمية المحلية وأبرز التحديات الماثلة، قالت إن الجفاف بالداخل أضحى في تفاقم والعطش في تزايد. أربع مسائل في الحقيقة مؤرقة. أولا هذا العطش اللي قريب عليه باد لجميع التراب الوطني، وهم كعمد شرفوا على تسيير الطريقة اللي قدوا ينقذوا بها هذه الناس. عندهم كذلك مشاكل أخرى ثانية، يعني زلات في أخبار الجفاف اللي يتمثل بهذه الأعلاف اللي مطروحهم واللي مشكلتهم قد جودتهم ليس قاع من قد كمهم ولا تواجدهم، اللي عاد مشكلة مطروحة أخبار هذا جودتهم ومطروحة كذلك لهم هم مشاكل بنيوية كعمد مشرفين على التسيير المحلي، وذاك محقق عنهم قاع شدوا أخبار ومتقاهم هم كعمد يقير ظهرهم اللي فهم تميز خاص لعمد المعارضة في تعاطي معهم الإدارة المحلية وتعاطي معهم السلطات. اختتمت رابطة العمد الموريتانيين مؤتمرها السادس بنواكشوط، وقال وزير الداخلية واللامركزية محمد والمحمد رارا إن الحكومة ستأخذ بالاعتبار التوصيات التي خرج بها المؤتمر من أجل تطوير اللامركزية والنهوض بالتنمية المحلية. ويأتي اختتام مؤتمر رابطة العمد الموريتانيين في ظل حديث عن أزمات ومشاكل تعيشها عدد من بلديات الداخل الموريتانية. المزيد من التفاصيل نتابعه في سياق التقرير التالي. أصدر العمد الموريتانيون مجموعة من التوصيات في ختام مؤتمرهم السادس، طالبت بتعزيز سياسة اللامركزية وتمكين البلديات من المساهمة في استيعاب التمويلات الموجهة. رئيس رابطة العمد رحب بالتوصيات وبالأجواء التي جرى فيها عقد المؤتمر. ولقد تم هذا العمل رغم صعوبته في جو تطبعه روح الأريحية والانفتاح، ويرجع الفضل في ذلك لكم جميعا عمدا وشخصيات مرجعية ومشاركين. إن النتائج والتوصيات التي توصلتم إليها تبرهن على مدى حرصكم على التحلي بمستوى عالٍ من الفاعلية والتطور والتجديد، تلك الصفات التي دعا إليها فخامة رئيس الجمهورية في خطابه
القيم بمناسبة افتتاح أعمال هذا المؤتمر. وزير الداخلية واللامركزية محمد المحمد رارة تعهد بالعمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر من أجل النهوض بواقع التنمية المحلية في البلد. تبنت الحكومة سنة 2010 إعلان السياسة العامة حول اللامركزية والتنمية المحلية، وتم تنفيذ العديد من البرامج المعتبرة لدعم التجمعات المحلية من خلال مضاعفة التحويلات المالية بغية اطلاعها بالمهام المنوطة بها. وكما أكد سيادته فإن الحكومة ستدرس بعناية ما تمخض عن هذا المؤتمر من توصيات من شأنها أن تسهم بجد في الرفع من المستوى المعيشي للسكان وخلق مناخ ملائم لتعزيز اللامركزية ودفع عجلة التنمية المحلية. وتعاني العديد من البلديات في الداخل من تحديات تنموية كبيرة، على رأسها غياب الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء، فضلا عن تدني في الخدمات الصحية والتعليمية في ظل ظروف صعبة يعيشها المواطنون في الداخل بسبب موجة الجفاف التي تضرب مناطق واسعة من البلاد. كما تعاني البلديات أوضاعا مالية صعبة نظرا لضعف التحصيل الذاتي وضعف وتأخر الدعم الحكومي. وتعتبر موريتانيا من الدول القليلة في منطقة غرب أفريقيا التي لا يتمتع فيها العمد بصلاحيات واسعة بسبب ما يصفه البعض بالمركزية المفرطة وتكديس الصلاحيات في يد وزارة الداخلية. نظم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم إفطارا في مقاطعة الرياض بالعاصمة نواكشوط، وقال رئيس الحزب سيدي محمد المحام إن هذا الإفطار سيشمل مختلف أقسام الحزب في مختلف مقاطعات العاصمة، وسيستفيد منه نحو 24 ألف شخص طيلة الشهر. كما تنظم على هامشه محاضرة حول أحكام الصيام. هذه المبادرة الهدف الأساسي منها هو الاتصال ساكنة المقاطعات ومناضلي الحزب في كل مكان، والعملية أساسا تكون من جلسات إفطار تستهدف 800 صائم لليوم، ما يناهز حوالي 24 ألف صائم خلال شهر رمضان، وتعدة مكونات تتكون منها العملية اللي هي فيها مكونة الإفطار الجماعي اللي هو نحن اليوم فيه مع مناضلي الحزب، وفي مكونة توزيع سلة لتستهدف يوميا 500 أسرة، أي ما يقدر ب 15 ألف أسرة خلال شهر رمضان، وفي مكونة السقاية لتستهدف توفير الماء. عاد الصيادون التقليديون والمستثمرون في صيد الأسماك بنواذيب إلى عملهم منذ أيام، إلا أن بعض هؤلاء يشكو من مضاربات تجار السمك التي قالوا إنها أدت إلى شراء صيدهم بثمن بخس لا يكاد يعيد مصاريفهم. فيما يقول مستثمرون في المجال إن المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد يؤكد غزارة الشواطئ بالسمك. التفاصيل في التقرير التالي. أخيرا وبعد طول انتظار عاد الصيادون التقليديون إلى مزاولة عملهم وسط تفاؤل كبير بوفرة السمك الذي يعقدون عليه الكثير من الأمال. فالبحر هنا يعتبر المعيل الأول لآلاف الأسر في مدينة نواذيبو وفي غالبية المدن الداخلية التي تنحدر منها أغلبية العاملين والمستثمرين في مجال الصيد التقليدي، وهو فضلا عن ذلك يعتبر المحرك الأول لاقتصاد المدينة الذي بات يعاني الركود خلال العشرية الأخيرة بحسب المتابعين والأهالي. ومع انطلاقة موسم الصيد التقليدي الجديد يبدي بعض البحارة امتعاضهم من استفحال المعوقات التي تحول دون استفادتهم من مغالبة الأمواج العاتية وسهر الليل الطوال بعيدا عن الأهل والديار. 31 سنة هاي من البشرة ترى فيه وليش من الفقراء بيلي لا مقبلون يشيلون مصاصة الدماء هون ويمصوه مباشرة، ما تجبر منه فيها فلاش ما يطنوا، ما تجبر من السبلين قال لك هذا الشركة قبل طريقة وهذا قبل طريقة ينزرق لك تجبر الليل فيها إلى تقريبا تتكلف مليون من المحروقات والاشياء بتاع 5 اطوان ما تجبرهم 100 الف وقيه. مين قال لنا ريدي؟ هذا بطول الخط مولي. هاي روايه يلا طالبين من الدوله انها تنحل. ما تقد قاعد ما تقد مثلا ما تقد يوم ادى فيها، هاي تراي في الخلق هون كامل. تعابه مباشره. تعابه وقتو. ويؤكد بعض المستثمرين في القطاع ان المعلومات العلميه المستقاة من تقارير المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد تؤكد غزاره الاسماك في الشواطئ الموريتانيه هذه الايام. غير أن ما يقض مضاجعهم
يتمثل في المضاربات التي يتعرض إليها سعر السمك المصطاد في عمليات تسويق الداخلية من خلال شرائه بثمن وصفوه بالبخس من قبل الوسطاء الذين يبيعونه في الأسواق العالمية تحت رعاية الشركة الموريتانية لتسويق المنتجات السمكية. خايفين منه في الأسبوع الأول يقومون أسعار قاضين فمشي من المضاربات تخرج ما نختار وتخرج ماركاتي، وخاصة عن موريتانيا العام ما جات السحاب، ومن تعود السحاب ما يخارق الحوت هو اللي يحل محلها، لأن هاي الناس كاملة تمشي لها لبقارها ويبلها وحالتها باش تقضيها، وطالبين الدولة عنها الذي قالوا الأسعار تعتل عليه. ويقول الخبراء إن افتتاح موسم الصيد التقليدي شهد إقبالا كبيرا بالمقارنة مع المواسم السابقة، وهو ما عزاه البعض إلى موجة الجفاف التي تضرب البلاد والتي دفعت منمين إلى بيع ثرواتهم الحيوانية والاستثمار في قطاع الصيد خوفا من نفوقها، في ظل المؤشرات التي تتحدث عن خطورة تأخر الأمطار على سلامة المواشي. تنظم الحكومة الموريتانية خلال شهر رمضان منذ سنوات ما بات يعرف بعملية رمضان، عملية تقول إنها توفر من خلالها بعض المواد الغذائية بأسعار مخفضة، وتستهدف بالأساس الطبقة الهشة والضعيفة في المجتمع الموريتاني. نتابع. في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك بدأت في العاصمة نواكشوط ما بات يعرف بعملية رمضان لبيع المواد الغذائية والخاصة بالعام 2015، عملية تقول السلطات الموريتانية إنها تختلف هذه السنة عن السنوات الماضية من خلال تعدد نقاط بيع المواد الغذائية وبأسعار مناسبة. للعام عدنا 12 نقطة، يعني تلاحظي هذه النقاط الجديدة اللي تشوفي فيها أنها تستهدف الطبقات الهشة، بها اللي عندنا نقطة جديدة في الترحيل، عندنا نقطة جديدة في الدار البيضاء، عندنا نقطة جديدة في دار النعيم اللي فيها نقطتين، عندنا السبخة. إذا النقاط تستهدف الأماكن اللي يكثر فيها الضعف والطبقات الأكثر هشاشة. المواطنون الذين توافدوا في الساعات الأولى من انطلاق العملية إلى بعض النقاط المخصصة لبيع المواد الغذائية قال البعض منهم إنها عملية توفر لهم حاجياتهم الأساسية وبأسعار في متناول الجميع. هاي المواد اللي هي لعمل الصايم مفيدة حتى وأسعارها زينة ما شاء الله. ها مواد بومدتير ولبصل والسكر وسالية دلوير فامو ما في شيء ما هو ما هو زين زينة ما شاء الله أسعارها زينة والخلق مولية ما شاء الله محتاجة رمضان والفضل تعرفي حالها. وستتواصل عملية رمضان طوال شهر رمضان المبارك، وتقول السلطات الموريتانية إنها تستهدف بالأساس الطبقة الهشة وذات الدخل المحدود في المجتمع الموريتاني. ويقول آخرون إن بعض من يستفيدون منها لا تتوفر فيهم تلك الشروط. إلى هنا مشاهدين الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها. مجلس الوزراء الموريتاني يعقد اجتماعا استثنائيا بالقصر الرئاسي في نواكشوط بعد أسابيع من عدم انعقاده. وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الموريتانية تشارك في اجتماع مجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في اليمن. مؤسسة المعارضة الديمقراطية تدعو الحكومة الموريتانية إلى تحمل مسؤوليتها وتدعوها للقيام بإجراءات عاجلة إزاء أوضاع المواطنين في الداخل. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. 12:30 تتابعون إعادة حلقة أمس من برنامج المشهد والتي ناقشت موضوع تسريب امتحان مادة الفيزياء من شهادة البكالوريا بالنسبة لشعبة العلوم الطبيعية. 2 موجز إخباري بحول الله. دمتم في أمان الله.